بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الفصل الخامس من مقرر النظم بالمعالج الدقيق، الفصل بعنوان Memory and Input Output Interfacing to Microprocessor. وإن شاء الله نبتدي الجزء الأول، والجزء الأول بيتكون من Outline، مقدمة على الموضوعات اللي هناخدها في الفصل إن شاء الله. نشوف مع بعض Z80 Minimal Configuration، دي أحد الموضوعات إن شاء الله اللي هنشوفها. وZ80 ده عبارة عن أحد انواع وانماط المايكرو كمبيوتر، وزد 80 ميموري كونكشن، ادرس بيت ماب، ميموري ماب، فول اند بارشر ديكودنج، 1 بيت ميموري ويز سيبريتد انبوت اوتبوت، زد 80 انبوت اوتبوت، سمبليفايد دروينج اوف 80 88، مينيمم مود 80 88، ميموري كونكشن. ولو انتوا جيت لاحظت على الاوت لاين بتاعنا ده، هيبقى عباره عن بيتكلم عن احد انواع المايكرو كمبيوتر وطريقه ربطها بالميموري. طيب نشوف مع بعض المينيمم كونفيجريشن اوف زد 80 مايكرو كمبيوتر. بنقول مع بعض زد 80 مايكرو كمبيوتر قدامك اهو، مش كده؟ هيرتبط بمكونات اساسيه اللي هم مين؟ خلي بالك زد 80 ده ايه نمط او نوع السي بي يو، مش كده؟ هيرتبط بمين؟ هيرتبط باثنين كبار. هم مين الاثنين الكبار؟ ميموري والانبوت اوتبوت، مش كده؟ دول الاثنين الكبار اللي بيرتبطوا بمين؟ ها؟ بزد 80 سي بي يو، او احد نوع انواع السي بي يو اللي هي زد 80. طيب زد 80 سي بي يو هيرتبط بمين والانبوت اوتبوت عن طريق مين يا جماعه؟ عن طريق الثلاثه دول، الادرس باص، الداتا باص، والكنترول باص، بحيث ان الادرس باص ينقل العناوين، الداتا باص تنقل الداتا، والكنترول باص تنقل اشارات التحكم. طبعا لازم يكون موجود ايه يا جماعه؟ لازم يكون فيه كلوك جنريتور مولد للايه؟ للكلوك. وطبعا لازم يشتغل عن طريق مين؟ باور سبلاي. عايزين نقول ان ده الشكل العام، الشكل العام لمين؟ لزد 80 مايكرو كمبيوتر. زي ما اتفقنا مع بعض يرتبط بالميموري والانبوت اوتبوت بهذا الشكل. ما تنساش طبعا ده انبوت اوتبوت، مش كده؟ والانبوت اوتبوت يا اما يدي له انبوت داتا او يخرج ايه؟ اوتبوت انفورميشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.